نرجع إلى حلقتنا الليلة، وهو إلى الناس اللي دائما الرسائل تتكرر ويسألوني أنت عشت بالغربة كثير وبدول وكذا، وبالتحديد بريطانيا. ليش الناس هذا اللي تشوفوهم عايشين في أوروبا يجون بالزوارق ويعبرون إلى يجون يريدون يعيشون في بريطانيا؟ بريطانيا أنا أول ما عشت في بريطانيا عام 1995 وتركتها بال96. في هذه السنوات التسعينات إلى بداية 2000 بريطانيا كانت عبارة عن حلم، أي شيء تحلم به تقدر تحققه في بريطانيا، هذا الحقيقة، وهي هذه اللي كانت بريطانيا فعلا اللي تريد تحققه هو بريطانيا. والأحلى شيء في بريطانيا هو ما تحس بالغربة من أي جنسية تكون. إذا كنت عربي فموجود شارع العرب والمطاعم بكل أنواعها، لبناني عراقي كل شي سوري تلقيه في بريطانيا، وإذا كنت تركي موجود شارع الأتراك، كل جنسية تلقي عندهم مقر كامل لهم، محلة كاملة، أكلهم شربهم كله موجود. من بلشت وراء احتلال العراق إلى حد يومنا هذا، هسه احنا في بداية عام 2024، بريطانيا تحولت من هذا الحلم اللي كان أي شخص يحلم يجي ويوصل إلى بريطانيا ويكون نفسه، إن كان دراسة إن كان عمل إن كان أي شيء، كل شيء يتحقق هنا. عشان سابقا من 2003 احتلال العراق ولليوم بريطانيا تحولت إلى عراق، يعني انتبهوا إلى هاي الكلمة إلى عراق، يعني شقد عندنا فساد بالعراق بالضبط، هي هاي بريطانيا. هسه بريطانيا عبارة عن دولة 56، تعرفوا شنو 56؟ نصب احتيال، هي هذه بريطانيا على عمر ذاك اللي صار 56، الله شاهد هو صار حتى عمره 56، يعني بعد أكثر من هذه المعجزة يا عراقيين شو تريدون. سابقا بريطانيا كانت بلد يحلم به الكل تجي هنا، الحياة كلش حلوة مرتبة كذا. اجى حزب المحافظين اللي ما محافظين على اي شيء، بالضبط الولائيين بس مال بريطانيا. شلون عندكم هسه بالعراق الولائيين جماعة ايران، بس دول الولائيين مال بريطانيا. فاستلم هذا الحزب فلش البلد، فلش اقتصاديا، فلش اخلاقيا، فلش بالسياسة الخارجية، فلش بكل طرق، يعني هم ينصبون على العالم ياخذون فلوسهم يدخلون حروب، هذه الحروب طبعا يمولوها يموتون على الحروب. ليش؟ يعني شغلة أوكرانيا من صارت، هذا مستر كاري بهارات رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك، زين أنا أسميه تبسي توناك، هذا يجي وراح أدز. طبعا هنا الشعب اللي عايش في بريطانيا يعرف وشايف اللي دا يصير في بريطانيا، ناس بالشوارع نايمة، عوائل بأطفالها بالشوارع، يعني تصوروا أنتوا هذه بريطانيا العظمى اللي تعتبر رابع أكبر اقتصاد عالمي، عندهم أطفال بالشوارع نايمة، نساء نايمة بالشوارع، عوائل كاملة بالشوارع. ليش؟ الاقتصاد مالتها منهار نهائيا، عمر بريطانيا ما صاير بالنزول بالأسعار العقارات مثل ما دا يصير هسه. شركات عالمية كانت موجودة في بريطانيا عزلت وطلعت، شركات السيارات اللي كانت معروفة بيها بريطانيا، الروز روز، البنتلين، راج روفر، هذني
كلها تركت الشركات وراحت حولتها اللي راحوا للتشيك وراحوا ما أعرف شنو. بريطانيا اقتصادها تفلش، قاموا سخموا وجهها أكثر، طلعوا من الاتحاد الأوروبي، قشمروا الناس البريطانيين بإعلامهم السخيف اللي كلهم يمشون يعني إعلامهم هنا غسل دماغ بلا زحمة عليكم، اللي ما مسوي لايك يسوي لايك ويسوي شير، لأن بلشت رحمة الله من دول جماعة علي وياك علي، واللي خسروا يا عراقيين قاعد يدحجون بس اي. فحبيبي سوي لايك وخلي نكمل، وهذا الليلة السوداء نقضيها، لأن هذه تعرفون احتفالات الملك. بريطانيا قبل تروح أي مشروع عندك تسوي جدول أعمال وكذا ومحاسب، تروح يطوق قرض، يمولون البزنس مالك، يعطوك عقار، ايش تريد كان موجود. هسه هذه كلها راحت، البلد عبارة عن خراب. كل ما هذه الحكومة، هذا مستر كاري بهارات أبو تشيكن مسلة رئيس وزرائنا، هذا شكو حرب يدخل بيها، شكو مصيبة يروح يدخل بيها، ومن الاقتصاد ينهار يزيد الضرائب عليه. من يدفع؟ المواطن العادي اللي عنده شغل، المواطن أو الشركة أو الشركات الصغار اللي تدفع ضرائب، يزيد الضرائب عليهم. أما الأغنياء اللي هو مثله ومثل مرته ومثل كذا، فيعفوهم من الضرائب أو يتلاعبون بالضرائب. فأكو أمور قانونية هنا هسه تصير، الناس على صفحات التواصل البريطانيين بالتحديد بلشوا بهاشتاج ما ندفع الضرائب. يعني شوفوا ليوان وصلت، لأن أنت في أي بلد أوروبي من تدفع الضريبة تشوف الحكومة أو المسؤول على هذه الحكومة يبني مساكن، يبني مستشفيات، تبليد شوارع، خطوط سريعة. هذا كله ما يصير في بريطانيا من استلموا المحافظين لحد اليوم. يعني أعطيكم مثل، أكو قطار كان دا يسوون مشروع قطار يكلف 2 أو 4 مليار باوند. هذا يختصر المسافة إلى مانشستر ويربط يعني مقاطعات كبيرة ويخفض من الازدحامات اللي موجودة. هذه الحكومة بلشت جابوا بالضبط، أنا دا أقول لكم عراق بس عيون زرق، جاب ابن عم ابن خالة أخذ هذه المقاولة، ذيك المقاولة لك ما أعرف شنو، صرفوا 2 مليار باوند. أنتوا 2 مليار باوند تعرفون شنو؟ 2 مليار يعني 2000 مليون دولار صرفوها. قبل شهر طلع هذا مستر تشيكن مسلة اللي هز براسه أجا أجا لغال المشروع، المليارين طارت، ماكو أحد سأله. طبعا هم حزبين، حزب المحافظين وحزب العمال، نفس الشسمة ونفس الطيحان الحظ، اثنيناتهم زبالة. أما المستقل يجي يرشح نفسه فهم مثل العراق ما يطو كل شيء. البلد دا يغرق يوم على يوم، أصحاب الشركات دا تفلس، أصحاب الشركات دا تعاني، دا ندفع احنا ضرائب لدولة خايشة مثل هذه، شارع واحد ما تبلط، مجاري تطفح، شكوا المستشفيات. يعني انتوا هسه شوفوا المستشفيات بأوروبا شو راقية مرتبة. قبل يومين أو ثلاثة أطباء وممرضين وممرضات بريطانيا كلهم سووا اضراب. يعني انتوا هذه بريطانيا العظمى اللي سموها عظمى، أطباء رواتبهم صاحب التاكسي مع احترامي للمهنة أعلى من الدكتور اللي قضى حياته كلها دراسة وعام عيون على مود يدرس ويصير طبيب ويصير دكتور ويأخذ مجاله في المستشفيات. وهذا الطبيب والممرضة والممرض
قاعد 24 ساعة سهران على معاناة الناس والمرضى، طلبوا 10% زيادة بالراتب، رفضوا، بس سووا زيادات لأعضاء البرلمان. أقول لكم والله العظيم، عراق بس ببريطانيا، الفساد، هاي الشغلات، المخدرات والسوالف، هذه صارت عادية هنا وما حد يلزمهم. الشرطة من كانت هذه الهندية الخايسة اللي العنصرية أمراوندا، قالت أني إذا صرت بالبرلمان راح أزيد 20,000 شرطي لحماية بريطانيا أمنيا أكثر، لأن الجرائم كثرت هنا، وأكو مناطق في بريطانيا حتى الشرطة تخاف تروح توصلها، يعني الشرطة ما تدخل، تخابر من هالما ما تجيك ولا لهم شغلة بيك، عسى ما يذبحوك. هاي من تنكتل يطلعوك بالأخبار، والله انقتل فلان وسدوا القضية وأبوك الله يرحمه. فهذه الهندية جت استلمت وزارة الداخلية، تعهدت ب20,000، بدل ما تحط 20,000 سرحت 23,000 شرطي. يعني هنا الجريمة كثرت والمصايب كثرت ولعبان النفس اشتغل زائدا. هذول اللي دي يلعبون بحياتنا احنا كمقيمين او الناس اللي يجون يقدمون لجوء، عرفوا، شوفوا اللي عايش بألمانيا يعرف، اللي بكل هذه الدول الأوروبية عدا بريطانيا، اللي يتعين في وزارة الداخلية أو العدل اللي تعطي وتمنع حق اللجوء أو الإقامة أو الجنسية لازم يكونون مختصين بالدولة، يعرفون قوانين الدولة، على الأقل دارسين القانون. هنا شنو صار؟ طبعا قبل سنة ونص أكبر فضيحة كانت في وزارة الداخلية كيف يتم معاملة اللاجئين. يجي الموظف على مزاجه بالليل، مسوي شقلبان ويا صاحبته أو مرته أو كذا، وفرحان يجي وقع، أي ما يخاف أخذ لجوء، ما يباوع على الملف ولا إلى الشغلة يمه. بالليل ماكو شقلبان كذا، يجي شكو واحد رفض رفض رفض، هذا الشغل هنا. والأدهى والأفظع من هذا، سووا اضراب بالهوم اوفيس هنا، عطلوا اكثر من 122,000 ملف للجوء. يطلع هذا الهندي ابن الهندي مستر تشيكن مسلة رئيس وزراء بريطانيا يقول احنا انهينا كل الملفات، طلع بالاعلام. قامت صحيفة الجارديان بعثت صحفيين تحري، لقوا من 122,000 ملف ما مخلصين 10,000 ملف، وفضحوا الحكومة. هسه مستر كاري بهارات، السبع بهارات ضاربة براسه، والكركم مغطي وجهه، والفلفل الأسود ديلوبي ما دي يعرف شو يسوي. زين اسمعوا الغنبلة، غنبلة يعني راح انقلب عليكم ذاك، الله شاهد، بعدها ما الله شاهد اشقد والله لزقت برب راسي. الناس اكو ناس جدت على القناة ما يعرفون ما هي الله شاهد مال من، فعبالي ماني قاعد احلف، يقولوا لي انت ليش تحلف هالقد؟ يا باني ما احلف، انا دا حكي على واحد خطية التهابات ووصلت ريحتك حبيبي، وخر من وخر مو ريحتك طبت برب خشمي، روح خلاص، انت ما حد يشوفك بعد، ما تصيح لا يا عراقيين، بس بالتواليت تصيح بعد، ماكو غير مكان، خلاص انتهى، الله شاهد ما تشوف بعد شي. قرار محكمة طلعت على محكمة، واني خابرت على سليمان جدرية محامي النظام، ترافع عني بالمحكمة واخذ القرار. يعني انا صح صرفت 100 دولار على ابو سليمان، ما يطلع اقل من 100 دولار، الله صرف الصرف عليك، جبت القرار وابو ابوك صمته وما راح تشوفه بعد. اي الله شاهد، امريكي، انا امريكي يا خلي امريكا تفيدك هسه.
فالمهم نرجع إلى موضوعنا. هنا وزارة الداخلية يعني سموها الهوم أوفيس، هذا وين تقدم اللجوء، تقدم الإقامة إذا تريد تدرس، الجنسية كلها بمكان واحد. المصيبة إيش قاموا يسوون؟ تصوروا مع جل احترامي لكل المهن، قام يجيبون ناس يعملون في الماكدونالدز والبرجر كينج، أقسم بالله الناس يجيبون ناس من ماكدونالدز من برجر كينج يقولوا لهم احنا نعطيكم مثلا انتوا بالبرجر كينج وبالهذي تاخذوا لكم 7-10 باوند نعطيكم 15. زين انت جايب واحد يبيع برجر وتشيز برجر، زين وانت تحط له باج مكتوب عليه وزارة الداخلية وهوم اوفيس وتعطيه ملفات واحد مثلي يباوع عليه والله شكله ما عاجبني مرفوض. زين هذا لا دارس قانون ولا يعرف قوانين الهوم اوفيس او وزارة الداخلية ولا يعرف اي شيء، تجي انت تسلمه هذه السلطة. راح اقول لكم فالشغلة صارت وياي، اقسم بالله اقسم برب العالمين وحياة اولادي، من اخذت الاقامة مالتي الدائمية. شلون تسويها؟ تخابر او شو اسمه العفو، تروح للنت تدخل على الصفحة مال هوم اوفيس فتاخذ موعد. زين والله العظيم تاخذ موعد، طبعا هنا كل شيء فلوس، يعني المقابلة بفلوس، تروح تسوي اي شيء وياهم وبوزارة العدل فلوس، نقط فلوس يشعلوا الدين الواحد على مود يسوي له فتشي. فقلت له للمحامي قلت له اريد اسرع شيء، فاكو حاطي لك اقسام موعد عادي ما ادري 100 وما ادري ايش قد، موعد يعني شويه اسرع خلال شهر او كذا يجيك هم 200 ما اعرف شنو، ويسموه في اي بي 2000 وشويه. قلت له انا اسرع شيء اريده، فقال لي باكر اقدر احصل لك موعد في بس تروح لندن. قلت له زين. انا سويت بالليل يعني اخذت اولادي ورحنا قعدت في فندق، ثاني يوم رحت للمكتب هذا يعني دقيقتين من الفندق انا وعكاستي ورحت. استلمني من الباب، طبعا السرة واقف انت قاعد عبالك يعني واصل انت رايح لمدينة السطل، سرة منا لهناك، بس شنو اختنقت من البهارات والكركم اللي اريد اشوف الانجليزي ماكو، السكيورتي كله يهز براسه اتشا اتشا، اللي يقدمون على الجنسية واقامات كله جماعة كاري بهارات. ف اجى السكيورتي قلت له هذا الورقة اللي طبعتها في اي بي، هاي تدخل بدون اي شو اسمه لان دافع فلوس، كل شيء بالفلوس، هنا يقيموك هنا بالفلوس. دخلني اكو هيجي درج، قلت له انا ما اقدر انزل درج لان معاق، اكو هيجي عندهم مثل هذه تنزل بيها. نزلنا ام الاستعلامات يس كان اي هيلب يو، خرب وتسوي لي كان اي هيلب يو، باوعت عليها ايش احكي وياها، بعدني بسم الله ريحه الكركم طبت بوجهي، خطيه الجهال اختنقوا وحق علي. اخذت قالت لي اوقف كان يجيب 100 منت ايش تسوي، وهاي الايد والراس كله يهز. جماعه طرشانة خطيبتي تذكروها الخائنه اللي باعتني بكيس كيلو 7 بهارات. المهم راحت انا دادحج عليها، طبت اكو 7 مكاتب كلها جام خانات باوع عليهم، اريد اشوف لي واحد ابيض اقسم بالله ما لقيت، كأنه دا قدم على جواز هندي، والله العظيم كأنه طاب بالهند دا قدم على إقامة هندية. زين المهم واقف أني عراق صدام دا يلعبون وما أعرف شو، كانت تجيني وحدة مستر يحيى كم هير، حاطت لي نقطة خارية هيك حشاكم هنا حمراء، كان يو كم بليز ويذ مي، طبيت وياها رحنا انا على كيفي بالعكازة وصلنا طبينا.
بليز نو 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 كيدز هير، وتهز برأسها. الجهال قاعدة وبرا. المربية قلت له واخريهم خلي يروحون. طبيت أنا قاعد. كان تقول لي كان يسيت هير، وطبعا طبعا كل حكاية هز الرقبة يصير. قعدت. إيش مكتوب أني يعني أنا إيش دافع الفلوس هذه اللي دافعها يسموها VIP وأعلى، أنت ما تسوي شيء، تسلم الملف، هم يفتحون الدمبوس، هم يفتحون المعرف شنو، هم يفتحون كل شيء، هم يسوي. Can I get your case please؟ طيب هي Take the sticker please. كل شيء لازم أنا قمت أشتغل وياها. زين يا أباو عليها، قلت هذه تقرر مصيرنا، هذه اباوع عليها والله العظيم. يعني لو اني خالقها كان ميت شو اسمه انرقعت، بس واعي شي سوي خلقت الله سنقول انسان يكفروني وسوك اي حاط النقطة هنا. وتعرف دول السيخ يحبون احنا المسلمين يموتون علينا. فطيت هذه كانت تدير الكمبيوتر هيجي، كانت تقول لي Is this your picture؟ وتهز براسها خرب دينها. قلت له لا هذا شبيه ماتي. اي هذا عاني، قلت له عاني Can I have your ID؟ الهوية ماتها شلون شغلة مات ابو كاظم. طيت الهوية. كانت تقول لي Wait a second I got to type your reference number. قلت له زين تريد تحط الريفرنس نمبر بالكمبيوتر، هاي كل الله الكعبة ده تحط الريفرنس، هذا بعدنا نص ساعة فاتت وأنا كل شيء ما محصل. كانت تقول لي Do you see this camera here? Can you turn please? وهاي الإيد Can you turn please؟ خرب أباوع عليها. انداريت حتى تأخذ له صورة تطلع بالهوية الجديدة. انداريت Can you come close? Can you close؟ وهذا الرأس طبعا يفر خرب. أخذت الصورة كملتها شلعت قلبي أبو صمتته 40 دقيقة. كانت باوع علي هيش حطت يدها والله العظيم Do you want to apply for indefinite to remain؟ باوعت علي قلت له أنا عندي indefinite to remain. خرب أنت إذا تحكي بابا يعني انت تريد تقدم على الاقامه. بابا قلت له عندي هذه شغله جنسيه واوراق ثانيه. نو 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 اي دونت هاف ذس از فور انديفينيت رومين. طلع وزاره الداخليه اهل البرجر حاطين نفس الريفرنس مات اللجوء مو مات الاقامه الدائميه، واني راحت الفلوس. طبعا هنا ماكو شيء اسمه ترجع، لو يجي ربك ما يرجعوا لك يا قبر يطب يومهم ما يرجع. قلت له زين هسه أنا دفعت هذا المبلغ وجيت وليل فندق وطريق وأنا دا تشوفني معاق. قالت لي you should go and apply again، يعني تروح وتسوي معاملة جديدة. خرب دينكم، نعلى على رب بريطانيا ورب الهنود ورب اللي قاعد بيه، طلعون أرد أطلع أرد أطلع يا عراقيين يا هنود أرد أطلع. المهم شلت التليفون على المحامي كفرت بربه. شركو قلت له هيجي، كان يقول لي اعطيني انا احكي وياها. قلت له هذا المحامي ما لي احكي، I'm not speaking with your lawyer. وهذا اللي تفتر خرب. قال لي ماكو بعد your money is gone. وتفتر هذا الراس يفتر. يا هنود خرب دينكم يا هنود. لا المحامي مواتي يهودي جماعتنا ابن عمنا. زين قلت له هسه سوي لي مكان ثاني لا اكفر بربك. اختار لي مكان ثالث رحت. قلت له ما اريد لندن لان لندن عباره عن هنود ولدهم حازم. اقسم بالله من تشوف خطيه واحد بريطاني داخل تقول هذا جاي فيزا سياحه لو جاي يقدم لجوء. والله سوالي مكان ثاني رحت كلهم انجليز والله استلموني من الباب احترام وكذا ويلعبون ويا الاطفال ولا نقطه حمراء ولا بطيخ. واني ماكو كل ما طول 10 دقائق. فهذا
اللي موجود هنا في بريطانيا الموالية وبالتحديد لندن المظلومة. تريد هنا تكون نفسك قطمة وش لعها من نظمك. أنا دا أحكي لك تكون نفسك بالقانون، يعني تشتغل ومثلا شغلة عادية. لا، ما تكون نفسك، تدمر نفسك. 10 بالشهر ما عندك فلوس بين القوائم والإيجار وبين هذا اللي الدفعة يومية القائمة جايتك والكانسل تاكس ويعني الضريبة مات البيت. انت قاعد بإيجار ملكك تدفع غصبا عليك، يقولوا لك طيع واسكت. عدد دول الحرامية اللي مسيطرين على البلد كله واللي سارقين بلدانهم. طبعا البلد الوحيد مثل ما قلت لكم هي بريطانيا العظمى اللي ما تسلم مجرم، خاصة إذا يعني مهزوم بالفلوس ما يسلموه لو تطلع نخلة بذاك البلد براسهم. أما ولاد أم حازم هم المسيطرين هسه تقريبا على ربع لندن. ما بقى شيء ما اشتروا، ما بقى شيء ما نصبوا عليه. عقارات، هذول خوب المضاجع، جماعة قاعد خطية، جماعة السبتة تنقاني خطية بخمسين متر قاعد، 50 متر السستاني وإيجار ما عنده. حتى البابا من أجا خطية شال من جيبه $400، قال له سيد هذا إيجارك مال 4 أشهر لي قدام. وحتى قال له شارب هذا قضبة شارب من القيادة بالفاتيكان، وقوله ما عنده شارب مثل ذاك. خطية ذاك هم راد يحلف بشارب عشان يلقي ماكو شارب. المهم فهذا يعني خطية البابا هم شال $400، 50 متر فقير وقاعد والله شاهد. وحتى السبتة تنقاني اللي أبو القناع قال له حفظك الرضا وهالسوالف. فحبايبي اللي يفكر أولا يعوف وطنه، فخلي يفكر 1000 مرة قبل ما يفكر بهذه الفكرة طايع حظها. يعني أرجع وأكرر، لو أنا أحد مطيني سي دي ويقول لي هاي 32 سنة هيش راح تقضيها بالغرب، صح راح يكون عندك فلوس وعندك أموال وتشتري واللي عندك عندك، بس ما راح تحصل لا على راحة بال. الحرامية راح تنصب عليك، تهديدات راح توصلك. لا والله كان بقيت بالعراق وآخذ لي طلقة من عدي الله يرحمه وخلص أندفن ببلدي. فحبيبي اللي تريد تهاجر من بلدك، فكر أول شيء البلد ما راح يتعوض. لو هسه أنت قاعد في أفقر بلد في العالم، لو أنت قاعد في أزبل بلد في العالم، بس تبقى عندك أصدقائك، عندك أهلك، عندك معارفك. الغربة مو سهلة، الغربة سهلة وزينة. ألمان الجماعة ولد أم حازم ليش؟ لأن دولة أولا مشتريها، يعني الدولة هنا أنا وبكيفهم يطبون جناسي إقامات يأخذون تخري مري للعراق سبوق، ما حد يحاسبهم، ما حد يحاسبهم. بس في الوقت الحالي أكو عملية دا نسويها هسه، الله شاهد على قول ذاك درنا في سين راح يتليفون، ودا نسوي يعني فد عملية أمام المحاكم البريطانية بأنه نخلي جحش المحشي منظمة إرهابية. وإن شاء الله ببركة الرضا وآل بيت الرضا وجوارينهم والمنطقة مالتهم والشارع الوراهم يطلع هذا القرار. وإذا طلع الجحش المحشي منظمة إرهابية عزب عينش تيسير. أكو واحد جنسيته أمريكية ودائما يشيل جحش المحشي وكذا، الفيديوهات كلها عندنا وإن شاء الله ندزها للسي آي إيه اللي يشتغل بي. وبالمناسبة قبل ما أقول لكم مع السلامة، لرسالة لهذا المطيء اللي ودع، البنت اللي طلعت صورها اللي تقول عليها زوجتي، ولا هي زوجتي ولا لها أي علاقة بس أنا أعرفها، يوم السبت الجاي طيارتها لأمريكا راح ترفع دعوة عليك وتقاضيك مطالبة 5 مليون تعويض. وهذه محكمة مدنية
العنوان اللي مطيه انت غلط بس وصلوا لك الولاد جابوا عنوانك من البلدية مالتك. 5 مليون دولار يعني تعرف شنو؟ يعني لو تبقى من أنا إلى 2224 تصيح يا عراقيين مثلهم، وهذول الزبالات اللي داير مدايرك، وأنا قلت لك هذول الزبالات هم بعد هم اللي ضحكوا على سيدنا الحسين وباعوا، فما راح يبيعوك. نفخوك نفخوك نفخوك، ما صدقت نفسك وما صدقت حجمك، وبعثيين وصداميين وما أعرف شو. أنا لا بعثي ولا صدامي ولا أبد، أحترم الرئيس على رأسي، أقول عنده أخطاء، نعم عنده أخطاء، بس اللي سبه ويسوي قصص عليه وكلها كلاوات أبو فلان وأبو فلان بال44 أرجع. وأنا نبهتك من أول يوم من قعدت بلشت تسبني، أنا ما سبيتك ولا فتحت حلق أسبوع كامل، أكتب لك رسائل أقول لك إلك صلاحية مني إلك سبني، أنا كلطيف يحيى افتح البث مالك من الصبح لليل سب لطيف يحيى، نعم روح أمي وأبوي لا تقرب لك، بس إذا السب عرضي أو طاري أخت أو أم أو أب أشقك وأنام بيك، وما سمعت كلام وركبت حصانك وآني ومصدق نفسك بأنه أكو طائرة حتصير وياك. يلا هسه أنت قعدت على شو اسمه، يعني هسه التهابات زادت، صدرك كبر، هسه أنت راح يسموك البقرة الحلوب لأن ماكو، راح يحلبوك، وهذا الحليب مالك كامل الدسم باعتبارك أمريكي تبرع به لإخوانك في العراق، هذول عندنا أطفال ما عندهم حليب، صدرك حلوب. فهذه فأقعد أرجع زين، وأنا نصيحة كتبت له، قلت له أنت ذاك اليوم كاتب لي راح أصلي، كنت أصلي صلاة الوتر، فحبيبي في هذا البث المباشر أرد أقول لك روح هسه صلي 4 أوتار زين حتى تسوي جيتار جديد وترجع الأصلك دق ورقص، اتجابك على صدام، شلك شغلة بصدام، ويوميا مطلع لي أبو درنفيس أبو شلابتين وأبو أريد أشوف لي واحد منهم ماكو زين. وكل ما هنا أنا بهذه القناة قال ماكو شيعي أبدا، أتحداك بالمخابرات بالرئاسة، ولا الشيعي الوحيد في حماية صدام حسين، ويطلع ذاك. ورحت وجيت وجبته ووديته فهسه زين، هسه اكلت لك بوري من هذا المعدل، بعد ماكو هشك بشك، بعد ماكو هذا محمد ستيان يطلع لك وهذه، وعبالك جزت ما جزت بعد، انت ما شايف هذا بعد يا عراقيين انتم تروحون للمطعم مو يحطوا لك المزات اول شيء قبل العشاء لو الغداء، صح لو لا؟ هذه مزات، هذه المرة راح تسافر حجزت لها، والمحامي هناك بأمريكا موجود، وراح يتفقون شلون يرتبون القضية مالتك انت ام الالتهابات اللي يمك، وخلينا نشوف حتى لو المحكمة خلي تطول سنة سنتين ثلاثة مو مشكلة، حتى لو حكمت بمليون، لأن بالوثائق وبالصور والأدلة كل شيء عندي، كل الطبع ونحفظ كل اللي ناشره وصورتك مبينة وقناتك على حسب الأصول، حتى لو ما حكمت ب5 مليون نقول 500,000، عود راوينا الشور راح تدبرها، حتى منه وغادي لا تتناطح ويا الحايط، قلت لك من البداية أنا حايط، توقع علي عورك، أوقع عليك تتعور، وصدق الله العظيم. ويا عراقيين بعد ما سمعوها الله شاهد، تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وتصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.